If Rasulullah came to us, we would say. What would we say? السلام عليكم. طبعا حنا السلام عليكم. معكم جايلر مقطع جديد. خلونا نسوي نعيد راس المقطع. اليوم عندنا ما ادري بسميه تحدي السحور مع انه ما له دخل. نسحر قدامكم ونقرا كومنتاتكم الجميله اللي ما في احلى منها باليوتيوب. صح 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 اكيد اكيد طبعا صح. وصب بدر صب صب القهوه للرجاجيل. صب القهوه للرجاجيل. الحين نصب صب نكهه مع بيبسي. جرب يا ولد عيش. نجرب نعيش نجرب. شباب قاتل تحت الديسكربشن. قاتل ولا واحد بحط قنواتك. ما يسمح حط حق نيبو ذا بوي. والله يستاهل. نيبو ذا بوي باقي له شوي يوصل 100,000. نيبو ذا بوي باقي له شوي يوصل 100,000. رابط قناته اول واحد بالمقطع. باقي له شوي. يلا تعال. انا باقي شوي ادخل 300. بقاش باقي كثير. 70,000 شوي يعني 50. لا ترى بيتزاتنا مو من دومينوز بيتزا وترى مو اعلان. اوكي؟ ادفعوا لنا فلوس. ما لا اصبر. الله يا سلام. الله الله في نجمة. الله نجمة نجمة. اوكي مقطع اليوم راح نرد على كومنتاتكم الجميلة وناكل ونتسحر. فا ازعج امنا الابتة. ها خلاص دقيقة دقيقة لما اجي خليك استعداد. لما اسوي نفسي احنا ما صرت احتاج تشرب. يا ترى شوي يلزم بصراحه ناكل. يلا انت اخلص. يلا قاعد ادور كومنتات زينه. شباب اكتبوا كومنتات اسئله لحفاظ المقطع. اي اي تبون تطعمون في المقطع الجاي اكتبوا اكتبوا كومنتات تحت. اوكي اكتبوا تحت وما عليكم. اذكر محتويات باليوتيوب ودك تحذفها مثل محتوى الدب المرعب واشياء مثل هذا. لا صدق المحتوى اللي مو حلو اللي يجيك مره مستهتر بالمشاهد هذا اللي سيء. كيف يعني؟ يعني اللي يحس المشاهد غبي. اي وهطر. اي صح صح هذا نفس مقاطع بدرونة. دقيقة. والمحتوى اللي يوضح للناس ان احنا اليوتيوبرز نكسب واو. اشتري مرسيدس 500,000 فلوس يوتيوب. فالناس بيحسبون احنا نطلع كذا. اي يحسبون كلهم ترى اعطيهم فلوس. انا باخذ قصر. قصر؟ مرة واحدة. انا اودي. انا بسير روز رويس خلاص كنسل المرسيدس. على كل سؤال راح ناكل بيتزا. فهذا اول سؤال و بالعافية يا جماعة. عافيك حبي. ايش رايك اوكلك؟ لا استحي. طيب. انا اوكلني. السؤال الثاني يقول ليه ما تسوي قناة العاب؟ كل صراحة انا الحين مرة 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 وقتي مرة ضيق اوكي؟ قناتين و اي قناتين ولو بسافر قريب فيمكن اذا رجعت اسوي قناة. اذا تبون اسوي قناة العاب خلينا نشوف اذا نقدر نوصل ذا المقطع 100,000 لايك. مو 100,000 والله 120,000 لايك. 120 مره كثير. مره كثير. مره كثير. 110,000. 100,000 لايك. والله العظيم والله العظيم اسوي قناه العاب. اكتب في الكومنتات تحت اذا ما تاكلون الاطراف البيتزا زي طبعا. انا ما اكل اطراف بيتزا. انت اكل؟ لا انا عادي. انا عادي اكلها لكن احيانا افضل اني ما اكل. مثلك شبه بسرعه. ايه عيال حصيصه ما اكلتوها يا رجل. ارمي ايه شو بنتي. السؤال الثالث يقول ان تسقي الاشجار صدقه وصلت الارحام صدقه 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 صدقه. قبل لا اقعد عايش نخربها بعد الاذان. دقيق دقيق. رزان الزهراني تقول انت تحب. انا ما احب. انا احبك انت. دايلر عندي لك سؤال. اوكي لو تزوجت راح تترك اليوتيوب؟ لا اكيد لا ماني تعرف اليوتيوب. كابو وزوجتي تقول ما اتركه اترك واصفق القف ادوس البصره. كابو خليك منتجي. لا الى الان والله اترك. في هذا مو زنبوق. زنبوق؟ مو زنبيق. ما بغيت تطلع الكلمه. سؤال فايد يقول وش اكلتكم المفضله؟ بيتزا. بيتزا انت؟ صامولي 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 ابو محمد جيب صامولي ماكله.
احب التميس، احب التميس، احلى تميس، تميس بالجبن، تميس بالبيض، تميس بالنقد، تميس بالبيتزا، كل شيء يجمع. علي مره نواف خالد غامد يقول لك دايلر طقني شو اجمل يوتيوب واحب كروس يا قلبي انتي والله نوب خالد الغامدي بنت محمد سعودي ما بقى شيء مكتوب لك لوكيشن بيتهم بس ما كنت حاطه جنب السن يلا شباب اكلوا اكلوا ترى باقي شويه السؤال اسمع السؤال يلا اسمع السؤال نونا انا حبيت شخصيتك كثير هذا اسمها اوكي كم تاخذ فلوس من اليوتيوب بس ما اطلع مبالغ اطلع فلوس على حسب بس اذا تبون تعرفون مين اكثر واحد يطلع هي شو اسمه ما كلنا نطلع نفس الشيء و يلا لا تسوي معهم مقطع كذا ليتني جايبكم تحدي 100,000 سعر حراريه والله خلصت كل شيء خصوصا ذا هذا الحاله اوف دايلر بديلك سؤال والله كل شيء اللي انا لا في اسمك طيب لا اذا في اسمي خلها عام ليش بتروح امريكا وكم تدرس هناك اوكي ليش بروح امريكا هذا سؤال دائما انسال حتى في ناس يجوني بالصدق يقولون دايلر ليش بتروح امريكا اول شيء انا ما ابي احرق عليكم سالفه امريكا لان ابغاها تكون كذا مفاجاه ولا تخافون ما راح اقعد هناك ما راح اقعد هناك اوكي بس خلصتوه بعد الله على ابو راسك ويخيس بفم بروح امريكا التصوير شيء انا تكلمت شيء قوي مره شيء قوي مره فانتستك ابو اللي يصور معك انا اطلع خلاص تعال معك لا انت قاعد خلاص استحل القناه فاقول لكم انا اذا رحت هناك راح تعرفون كل شيء وراح تعجبكم السلسله والله شيء قوي ما قد عمره شفتوه باليوتيوب اوكي ف اكلوا كل شيء وهم ما سووا شيء هذا طيح خمسه وقاعد ياكل خمسه وشرب البيبسي كله وكل التشيز بريد انا شبعت عيال زبده انت وش ما اكلت اتف عليك انقل خلاص تعال تقرب انسان ودك تذبحه انسان ودي اذبحه اي انسان لا لا يعني نوع واحد مثلا انا ضعك اللي يقول يا عيال سؤال يقول لك شنو علاقتك مع توبز؟ للي ما يدري توبز الدباني هو ولد عمي كم تاكل سمبوسة في الفطور؟ صفر ما اكل سمبوسة بد ما تاكل سمبوسة؟ انت؟ انا واحدة تنتين ما انا ستة ستة اقل شيء ستة اقل شيء شوف ذا بالجبن ايه؟ عشرة ايه جبن ايه جبن؟ ما لا انا اي نوع جبن اي شيء اكل حبة طيب سافر جبن صامولي صامولي يا ابو محمد جب 10 صامولي معك عيال يبون المدرسة ما اكلت شيء الحين يا ابدا كم باقي؟ ثلاث دقايق؟ يا الله يلا بونجا خلاص اربع دقايق اربع شيت يا ماموي كلهم مدح ولا كم عمرك؟ دايلر مو تكتب عمرك هنا دايلر ايش فرق بينك وبين القمر؟ اوكي دايلر عندي لك سؤال في واحد يقول بتصور مع ابوك؟ اي او لا؟ اصور مع ابوي اوكي هنحط صفقه بينه وبينه ايوه اذا قناتي وصلت 1,000,000 مشترك قبل نهايه السنه بصور مع ابوي 2017 قبل لا تنتهي 1,000,000 مشترك يلا والله سهل يا جماعه سهلة. بس ان شاء الله الجاي سهله هل انتم تشغلون يا عيال او لا عن نفسي ما عندي شغل اساسي بس عندي يوتيوب كذا وقت الفراغ اشتغل على اليوتيوب بس اهم شيء انه ما يضر دراستي هذا اهم شيء يب وين داير انا ما اشتغل ايش اسمه انا ما اشتغل انا مجرد طالب فقط وساحب الام دراسه وقاعد اسوي يوتيوب اسف على الدراسه الدراسه مهمه لا تسبعين انا عن نفسي طالب لكن ما عندي شغل ما عندك لا شغل ولا مشغله يا ربي صامولي يا ابو محمد بصامولي اذن يا خرب أذن عادي حبة مرضر يا حيو ايه حرام عادي هي ما أذن مو حرام توقف خلاص لا بس حنا قد ناكل يعني ما رحنا مطعم شلال لا خلاص حنا قد ناكل فهمت عادي أتوقع لا خلاص أذن يا ربي يا حمار صوم بعدين صوم بعد الشهر بس عادي بالاستطاعة اقول صوم بروح اصلي اسوي نفسي مؤمن قدام الكاميرا الزبد عيال هذا كان مقطع اليوم اتمنى ان اعجبكم شكرا لبدر هنا وبدر اللي انقلع الحمد لله ونيفو
لا تنسون اللايك يا جماعه. اي نبغى نوصل المقطع 100,000 امها لايكات جيمنج. لا تنسون قناه الجيمنج اذا وصلت 100,000 100,000 لايك. بس قنواتنا تحت قنواتكم تحت بالدسكربشن. يلا هذه هي حلقة مقطع اليوم، اتمنى اعجبكم. لا تنسوا سبسكرايب ولايك الفيفورت. معكم دايلر بدر ونيفو. السلام عليكم. يلا يا عيال خلناكم يلا ما يدرون.